أهلا بكم من جديد. أثار قرار السلطات الموريتانية القاضي بنقل الورث الموجودة في العاصمة إلى خارج المدينة جدلا كبيرا، ففي الوقت الذي يعتبر فيه أصحاب الورث أنهم ظلموا، يعتبر بعض المواطنين أن القرار صائبا وضروريا ومن شأنه أن يساهم في التخفيف من زحمة المرور وإضفاء مظهر لائق بوجه العاصمة. عبد المؤمن والأحمد أعد التقرير التالي عن هذا الموضوع. هكذا عبر عدد من ملاك وسماسرة برص السيارات في نواكشوط عن رفضهم لقرار الحكومة الموريتانية القاضي بترحيل أسواق السيارات إلى خارج العاصمة. قرار يقول هؤلاء إنه لا يخدم عشرات الشباب الموريتانيين العاملين في هذا المجال والذين لا يملكون الإمكانيات لممارسة عملهم خارج العاصمة. احنا هذا القرار رافضين ورافضا باتا به، ما هو مصلحتنا. احنا هذا شي من الناس الفقراء ما عنده شيء، وش من السمساره اللي الواحد يقضي ما عنده اهله جاي ما عنده باص تاكسي ويجبر، كان يجبر منهم لين يزرق 9 كيلوان كيف قاعد عليه يوصل له؟ ما يقدر يوصل له. من جانبها طالبت اتحادية البرص والوسطاء الموريتانيين السلطات بالتراجع عن القرار، مشددة على ضرورة إيجاد مكان ملائم لممارسة هذه المهنة. تأثرنا احنا هون بقرار ترحيل البرص، متأثرين به لأن احنا نمثلوا هذا القطاع اللي هو من قد البرص ومن قد كذلك السماسرة. دولة نحن ما قدون نعارضها لأننا خضعوا للقوانين والنظم المعمول بها، غير قاعد مطالبين احنا السلطات بإعادة النظر في القرار اللي هو وانها تعدل معنا صفة تعود ملائمة كيف ما قال مثل الحساني تعود مايكات للعجل الله بستادي. قرار وزارة الإسكان الموريتانية الذي يأتي ضمن حملة تنظيف نواكشوط ذهب بعض المراقبين إلى أن وصوله إلى أهدافه سيبقى مرتبطا بإشراك العاملين في مجال بيع السيارات للتوصل إلى اتفاق يخدم كل الأطراف ويمكن من المحافظة على المظهر الحضاري لمدينة نواكشوط. في سياق متصل قال أحمد البلال رئيس اتحادية البرص والوسطاء الموريتانيين في تصريح لقناة الساحل إن الاتحادية لا تعارض نقل البرص خارج نواكشوط شريطة أن يتم تأهيل الأماكن التي سيحولون إليها، مطالبا السلطات بتوفير الأمن والصحة في هذه الأماكن ووضع استراتيجية للقضاء على الملوحة الموجودة بها. احنا في اتحادية الوسطاء والبرص الموريتانيين قرار الدولة هذا في الرحيل أن نرحلوا شور طريق نواذيب والكيل 9 ما أن ما بين عنه يا غير يعود فم الحالات كاملة اللي يا الله تعود مناسبة، يعود فم الأمن، يعود فم الملوحة، تعود محاربة، يعود فم قضية مولي يعرف لأن فم طريقة الوتات فم ما الأرض ملوحة ولمن ما هو خالي، ولا بد تعود الدولة موفرة الشروط اللازمة لمن الصحة الطرق الكهرباء، يعود مولي محاربة الملوحة الأرض اللي لابد من احنا فنيين في السيارات، سيارة عمرها جديد سيارة جديدة الفدا حد وشراها بعشر ملايين وطرحها على حاجة البحر في ذيك البليدة لا يتخسر عليه ولا يرد زي سيارته، لا صفحونا هم الدافعين الثمن، نختاروا الدولة إلى عاد لابد لها من طرحها لنا شهور طريق نواذيبو الكيل 9 تقبض تحارب الملوحة هي الأولى ترامبلي البليدة وتعدل فيها دير لها سياج مضبوط وترامبليها وتقلع تردمها من التراب الجاية من المرقب ما هي مفهم، وتعود مولي يدير نقطة أمنية ونقطة صحية وتعود عارفة على أن شعبها وخلقها لا شيء زالك في ذيك الخلوة لا يتوفر له جميع الشروط